بتسبب اضرار ومشاكل. قلت ان يكون الشخص اللي بياخد بيتعاطى الحاجه دي ومعهوش مدرب او مشرف على الحاجه دي. المشكله مش عند الشباب اللي عايز يدخل جيم وتبني جسمه، المشكله اللي عند بتوع الجيمات واصحاب الجيمات. اوعى تفتكر ان في حاجه اسمها كويك فيكس، يعني اعمل حاجه الفلانيه فهلاقي نتيجه سريعه. نتيجه سريعه يبقى فيها شبهه مش مظبوطه. مش كل حاجه الفلوس، يعني مش رقم واحد الفلوس. رقم واحد انا اطلع مثلا راجل جسمه يبقى كويس، لكن مش رقم واحد الفلوس، استحاله. بعد الشهرة اللي حققها بيج رامي بحصوله على مستر أولمبيا مرتين على التوالي، بدأ عدد كبير من الشباب الاهتمام برياضة كمال الأجسام. اللعبة بقى لها شعبية أكتر من الأول، تمام؟ حتى اللي ما كانوش عارفين حاجة عن اللعبة والرياضة بقوا عارفين الدنيا ماشية ازاي. في اللي بدأ المشوار من أوله واشتغل على نفسه، وعلى العكس في شباب بدأ ياخد هرمونات ويحقن زيوت ومواد مسببة لأمراض خطيرة توصل في النهاية للبتر. عايز تجيب نتيجة سريعة، دي مسؤوليتك انت، لأن انت النتيجة السريعة زي ما بيقول ايزي كام ايزي جو، هتجيب نتيجة بسرعة هتفقدها بسرعة ولها أضرار ومشاكل ربنا الأعلم بيها. في التحقيق ده هنشوف حالة من ضمن الحالات اللي مشيت في طريق الحقن والهرمونات واللي أثارت ضجة كبيرة على السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة، وهو أبو دراع. هرمون طبعاً مع المكملات باخده، لكن شرط أساسي الهرمون، عشان هرمون هو اللي بيدي حمل. وفي المقابل هنشوف رأي المتخصصين في موضوع الحقن والهرمونات. تركيبة أنا بعملها لنفسي باخدها، فضلت اتعامل بيها في دراعي واتعامل بيها في دراعي، ولحد ما وصلت وكنت نفسي اوصل للحجم ده، لحد ما وصلت للحجم اللي انا عايزه ده، ومكمل ان شاء الله ومستمر ومشرف مصر ان شاء الله شهر 12 في افريقيا. هو انا انتقده كالشكل اللي هو عامله في نفسه. هو طبعا شاب مغمور وحب ان هو يعمل فرقعه، فبالتالي اذا كان اخذ بعض الهرمونات سواء جي اتش او هرمونات ذكوره، وطبعا هيبقى ليها تاثير سلبي جدا على حياته الشخصيه فيما بعد، لكن المنظر بتاع الدراع يعني بالشكل ده دي مش تضخم في العضله على فكره، دي ده حقن زيوت بطريقه معينه، وللاسف ليها اضرار خطيره جدا جدا جدا، ممكن تصل الى الاورام. اكتر ثلاث حاجات بتاثر عليهم كبد وكلى وقلب، فالحاجات دي ما انت تاثر عليهم بيضعفوا. احنا عندنا الكبد قد كده، فمثلا مش هيستحمل معاك الهرمون ده وتقعد، لازم تحرق ولازم تتمرن عشان بص يعني تضيع اكتر درجه ممكنه منه. بتعمل مشكله في صلع بتوقع شعر، وبعد كده ممكن تعمل مشكلة في المخ، ممكن يحصل فيه أورام بتأثر على الإبصار، وبعد كده ممكن يحصل فيه مشكلة أورام في العصب البصري، وبعد كده ممكن تعمل مشكلة في الجلد، وبعد كده ممكن ننزل تحت شوية مشكلة في القلب، تضخم في عضلة القلب وضربات في القلب زيادة لو بياخد بري ورك أوت أو بياخد فيه حاجة عشان تحفيز الطاقة، ممكن يرفع الضغط، وللأسف حصل حالات وفيات بدون ذكر أسماء مين. وفي طبعا مشكله حصلت يعني في الايام الاخيره لاحد الابطال، وارد جدا يكون حصل بسبب حاجه زي كده، وحصلت من فتره من حوالي 3-4 سنين في احد الاتحادات في جنوب افريقيا في مضمار الدراجات، ودخلنا في موال ملوش اي لازمه. بعد كده ممكن يحصل في مشكله في الكبد، بيحصل لا قدر الله برضه اورام وانزيمات الكبد بتعلى وهكذا. بعد كده ممكن يخش على الاورام برضه لا قدر الله في الجهاز الهضمي، وممكن يخش على العضلات ويحصل برضه فيها اورام وتقلصات ومشاكل كتيره جدا، والعظم ممكن يحصل فيه هشاشه عظام في سن مبكره جدا.
والكلى ممكن يحصل فيها مشاكل. فمفيش منطقه في الجسم ما بيحصلش فيها مشكله. الهرمونات اكثريتها هرمونات بناء كمال اجسام، بيبقى شغالين على التستوستيرون، على هرمونات الذكوره، فبيبقى مشاكل على هرمونات الذكوره عامه، غير الكبد وغير الكلى برضه. مشاكل ان هو بيعمل خلايا سرطانيه مكان مطرح الحقن بالظبط، بيعمل خلايا سرطانيه، فبيضطر فيما بعد بيعمل عمليه بتر للعضله نهائي. المشكلة مش عند الشباب اللي عايز يدخل جيم وتبني جسمها، المشكلة اللي عند بتوع الجيمات واصحاب الجيمات، بيدوا مثلا الشباب اللي طالعة بيدوا هرمونات مكملات، يعني بالشعب كده بتاعنا مضروبة حاجات غلط. كل الكلام ده ما هو ده الغلط بقى بنفسه، يعني هو ده الغلط. ففي ناس كتير بتيجي تخش اللعبة، تمام، لو شاب صغير داخل مجال كمال أجسام والده ممكن يعترض بسبب شكله ودراعه. اوعى تفتكر ان في حاجة اسمها كويك فيكس، يعني اعمل حاجة الفلانية فهلاقي نتيجة سريعة. نتيجة سريعة يبقى فيها شبهة مش مظبوطة. فهل الموضوع ده يستاهل لهذه الدرجة ان انت فعلا يبقى عندك مشكلة في الإنجاب وفي في رجولتك لدرجة ان انت تاخد حاجة زي كده وتاخد الريسك او تتحمل هذه الخطورة؟ ما اعتقدش ان دي حاجة تستاهل. ما انا قلت في كذا فيديو بجد ممنوع حد ياخد الهرمونات، انا اخلي شكل جسمه يبقى حلو، لكن الشكل ده لا. حقنة وهرمونات لا، انا ما برجعش، تمام. بالنسبة لو انت هتلعب ماتشات، تمام، يعني بس ده مش للمبتدئ عامة، يعني الراجل لو هيلعب ماتشات ممكن يلجأ للاسترويد عامة، يعني كمان لو مش هتلعب ماتشات وهتلعبها لنفسك كرياضه ما تاخدش، هيعتمد على الاكل الطبيعي والتمرين. عايز تجيب نتيجه وتقدر تحافظ عليها وتبقى واقف زي ما بنقول على ارض صلبه، فكر في البدائل، لان في بدائل كتير كويسه، لكن باشراف طبي. يبقى حضنه التغذيه بتاعتي كنشويات وبروتينات ودهون ومكملات فيها فيتامينات محترمه. ما عملتش عشان انا متابع مع دكتور، في تحاليل بعملها، في كذا حاجه مواظب عليها على طول، مش حاجه واحده بس. فانا مكمل في كده. انه في بعض المكملات زي الكرياتين والبيتا الانين والسترولين، الثلاثه دول مهمين بالنسبه لحد بيبني، بس برضه باشراف طبي متخصص في هذا المجال.